ننتقل إلى زميل محمد أبو عيطة. من 6 أكتوبر تشهد المدينة تنفيذ عددا من المشروعات القومية من محاور طرق جديدة، فضلا عن خدمة المشروعات السكنية ب6 أكتوبر. أيضا محمد، بعد الترحيب بك، ماذا لديك من تفاصيل حول هذه المشروعات؟ نعم، تحياتي إيمان. كما تعلمين فإن 6 أكتوبر بالفعل مدينة توسعت وتمددت خلال العقدين الماضيين، وبالتالي فهي أيضا لا تزال مؤهلة لمزيد من التوسعات بفضل وجودها في منطقة يعني لديها المزيد من الظهير الصحراوي الذي يصلح للتوسعات جديدة، وبالتالي فإن مد شرايين جديدة، مد الطرق تعتبر مد شرايين جديدة لمزيد من التوسعات ولمزيد من الفرص التنموية، خاصة في صعيد الإسكان وأيضا في صعيد الاقتصاد والمناطق الصناعية والتنموية. المهندس عادل فضل هو المسؤول عن قطاع الطرق هنا في جهاز مدينة 6 أكتوبر. برحب بحضرتك يا فندم. وأولا احنا موجودين دلوقتي في تقاطع وصل الدهشور الجنوبية مع طريق الواحات. الآن نحن على ارتفاع يعني يزيد عن 20 مترا تقريبا، نحن على كوبري 2. لو حضرتك تدينا يعني بعض التفاصيل عن هذا الكوبري، متى أنشئ وهل تم افتتاحه والآن يعني بالفعل يعمل بصورة طبيعية؟ الحمد لله، احنا عندنا في مدينة 6 أكتوبر حجم مشاريع طرق كبير جدا. أحد الأعمال الجارية حاليا هي المحاور الرئيسية بالمدينة. الكوبري اللي احنا واقفين عليه ده كوبري مهم جدا، يربط الدائري الأوسطي بطريق الواحات. طبعا طريق الدائري الأوسطي أحد أهم الطرق بتنشأ حاليا في مصر، وهو احنا يمكن الجهاز الوحيد اللي فيه جزء من الطريق بيمر من خلال المدينة، وبطول حوالي 26 كيلو وعليه حجم كباري او عدد من الكباري حوالي 6 كباري، وقد تم الانتهاء تماما من انشاء الطريق. سعاد، الهواء الطريق الاوسطي هو اللي بيظهر الان في هذه الصوره على الهواء مباشره، دي احد اجزاء الطريق الدائري الاوسطي، وزي ما قلت لحضرتك هو بطول حوالي 26 كيلو وعليه 6 كباري، وبرضه عليه عدد 2 كوبري مشاة. طبعا طريق الواحات برضو طريق مهم جدا، عليه مجموعه من المباني الرئيسيه او الخدمات الرئيسيه، وزي مدينه الانتاج الاعلامي وكذلك سوق الجيزه للخضر والفاكهه. والحمد لله احنا برضو من ضمن الاعمال اللي طورناها بنسبه كبيره برضو فيها هو طريق الواحات، يعني الاعمال. وبالتالي الكوبري اللي احنا فيه دلوقتي يا فندم، هو زي ما الكاميرا بتظهره لنا الان، الكوبري اللي فيه ده عباره عن مستويين، من المستوى العالي منه اللي هو الطريق اللي بيربط طريق الواحات او الموازي لطريق الواحات، والجزء السفلي منه اللي هو الطريق اللي هو الدائري الاوسطي. الدائري الاوسطي طبعا بيربط الجزء اللي احنا بنشتغل فيه او اللي احنا خلصناه، يعني بيربط بين طريق الفيوم واخر حدود المدينه الاداري يعني. وده بالتالي يا فندم بيخدم المزيد من التوسعات العمرانيه اللي احنا شايفينها في الان في الشاشه دي. احنا حاليا موجودين في بدايه المنطقه الصناعيه اللي هي الموجوده قدامنا ديك، وكذلك مجموعه من الاسكان الاجتماعي، عمارات الاسكان الاجتماعي في 800 فدان اللي هي في الاخر خالص، وبرضه هناك في كوبري تم الانتهاء منه، كوبري رقم 18، وكذلك الاحياء اللي هي عمارات ابناء الجيزه اللي هي في الاتجاه ده، وبرضه الاحياء السكنيه لمدينه 6 اكتوبر اللي هي الاحياء الجنوبيه اللي هي في الاتجاه ده. يعني مهم جدا المنطقه دي، مهمه جدا. حضرتك قلت لي انه من هنا لحد القاهره الجديده باكتمال الطريق الاوسطي هيكون في وقت قياسي. طبعا طبعا، ما يعني الوقت اللي هيستغرقه ان شاء الله المواطن في من هنا من المكان اللي احنا ماشيين فيه لحد القاهره الجديده عند اكتمال الطريق ده، لان هو الطريق في اجزاء فيه لسه ما خلصتش، بس مش ما اتبعناش يعني جهات ثانيه، حوالي نص ساعه مش هتزيد عن كده، لان من هنا لحد القاهره الجديده حوالي 55 كيلو يعني. فلو مشي من الطريق ده بسرعته 110 هيوصل حوالي نص كيلو. لو اخترق جوه المدينه بقى دي هتبقى صعبه جدا يعني، خدها في ساعتين على الاقل حاجه. فيعني مهم جدا جدا الطريق ده.
وبالتالي هنا سلسله الكباري اللي بتتعمل هنا على طريق التقاطع مع الواحات مع الاوساطي بتغير ملامح المنطقه. طبعا بتحل بقى التكدسات اللي كانت موجوده، وبرضو اي تقاطع سطحي ما بقاش موجود لان كانت بتحصل حوادث. كل الحاجات دي يعني الكوبري نهى المشكله تماما. بشكرك شكرا جزيلا للمهندس عادل فضل المسؤول عن قطاع الكباري والطرق هنا في مدينة 6 اكتوبر. عودة إليك إيمان.